شو هذا أسامة؟ هذا ريكورد شو بيعمل؟ بتصوير بعدين الثلاث اللي تحت ليزر واللي فوق على اليمين جيلي جيلي ديموليشن. كيف يقدروا يفوزوا هاي؟ حبيب ورجيني هذا اللي فوق جيلي ثلاثة، شو اللي فوق؟ جيلي جيلي وديموليشن. كيف بيقدروا يفوزوا هاي؟ اتوقع انه هلا لو مبدئيا لعبوا مش عارف، كلياتهم كوادات وبس يدمروا الثمانية اويلز من اول الجيم، كلياتهم يعملوا تكنيكال تي تي، فجروا الثمانية اويلز ويكبروا على المداخل هيك هيك، بلا سون بلا سون بلا سون بلا سون بلا سون بلا سون مع هيك، يعني بدها تيم وورك صراحة. بس هي مبدئيا فهمت. هذا احمد عامل اثنين وركرز هون جدا يعني ممتاز. بفهم من كلامك انه مصاري للصبح. بالضبط، بدك تلعب كثير مصاري، بس مبدئيا عم بغلط ريان وعم بغلط احمد وعم بغلط ميجاترون. الصح انه مستحيل تقدر تعمل كابتشر واحد للاويلز، فلازم تشيئها في دروبات كمان. معلم هلا مبدئيا هن بغض النظر انه الثلاثة الستة اللي عم يلعبوا مناوب، ما اختار ما بتعرف لو يعملوا هاي، هذا الدروب بنلزمش، لو اخذ هذا الدروب وهذا الدروب مثلا حطوه هون هيك، وهذا الدروب حطوه مثلا هون، بنوا ست دفاعيات ليزر وردوا حطوا كمان ست دفاعيات ليزر، تقدموا شوي كان شالوا كل سبام ولا هاد واخذوا السبلاي تعيته وشلوا امله، بدال الدروب هذا الفاشل اللي هون وهذا الدروب اللي هون ناشي حاله بس راح ينشال، وهذا الدروب اللي هون ممتاز بس راح ينشال، وهذا الدروب اللي هون كويس بس راح ينشال. طب وين الرش اخي؟ انا ماني شايف رش، صار دقيقتين الجيم. هلا الصراحة لازم الثلاثة يبشوا من نفس المكان اللي هو المد، لأنه أقرب لهاد ولهاد ولهاد، وبنفس الوقت أكثر مكان مفتوح. بس وقت هو عمل دروب مفروض إنه أخره، بس دروب كان فاشل فما أدري أخره. هلا أقوى دفاع هو دفاع الليزر، فكتير راح يتغلب. أوه نايس 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 نايس. مين هاد اللي شاله؟ ميجا ميجا يا أخي، أوكي تدريبي شاب. أوكي هاي تكنيكال تي تي، إذا هي تكنيكال تي تي راح توصل كتير راح تفيده. ما وصلت زي ما حكيت لكم، كان لازم يبعتوا هذا اثنين تكنيكال وهذا اثنين تكنيكال وهذا واحد تكنيكال. هلا عمي أسامة، مبدئيا انت شو بتتمنى بهذا الجيم؟ يعني انه التيم اللي بتحبه يفوز يعني ها؟ بشكل عام. انا مش فارق مين استنى، واحد 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 ميجاترون واحمد وميليو ضد كينج زيرو وسنيك. اوه سنيك وليف، مين هذا ليف؟ ليفاي. هلا انا خوخو. بتمنى بصراحة انه التيم اللي فوق يخسر لحتى نقدر نحضر يعني جيمات اكثر، يعني ما بدي حدا يفوز راندوم ريفيرس، عرفت؟ لانه اللعبة ممتعة 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 جدا. فهمت عليك، معك حق. بس يا اخي مش حكيت لك انه لازم يكمبر هون؟ هلا هون ما ماتت غير يمكن واحدة او اثنين هامفي، مع دمج ثلاثة هامفيز ما استفاد اشي، وهذا كلياته راح يطنشوا وهذا كلياته راح يطنشوا، كلياتهم راح يفوتوا على يعني اليمين. مثل ما بيقولوا يعني خليهم انه يتفرجوا عليهم. مبدئيا سنيك عم بيغلط غلط كثير كبير، انه عم بيجي من اليسار، لو روح من اليمين من هون ويتحدوا مع بعض. اللي فوق اللي فوق هذا عم بيغلط غلط بس كبير. حلو المايكرو، لا حلو المايكرو، مايكرو ممتاز هاي، بس مش عم بتطخ بس مشان ولا ما راح يستفيد يساعدوش شيء. فيك، مشان ما يساعدوك. شو بستفيد؟ وهذا سريع كثير، الهامفي تاعونه بيروح هون بده بكيكو هذا على السريع، باخذوا سبلاياته المفروض ويلعبوا ليد جيم ضد اثنين، باخذوا هاي صار عنده وهاي صار عنده وهاي. صار عنده صار عنده سبام كبير سكوربيون الاحمر، احتمال يصد الازرق. ها ما بقدر هذا قصدك؟ بقدر صراحه. ايه بس بس غلط غلط زي ما حكيت لك، هلا هم راح ياخذوا هاي وهاي وهاي، لازم ياخذوهم هدول الثلاثه، اذا اخذوهم خلص جيم فارض الجيلي، وهذا ملوش ولا اي داعي، ما إل ولا داعي، وهذا ما إل ولا داعي. ليش عم يشيلوا التنلات؟ انا تاركين كل شيء وراكدين ورا التنلات، ما عم بفهم انا. ما بعرف، غلط هذا، سوء تنسيق بهاي الحالة. هذا يرجع، هو هذا مستحيل يرجع زي ما انا شايفك، وهاد عم بيشتغل شغل صح كثير، هذا عم بيشتغل شغل صح هذا ليفاي، و بس هلا يجهز له دروبين ثلاثة ليفاي بما ليفاي انه هو ليزر. ليفاي 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 رشه كثير مراجع. كثير لعيب شباب، رش شو ليك، جيشه اكبر جيش باللعبه. شو
هلا انا لو مكانه بحط لي اربع هدول اللي بصدوا الطلق، بصدوا الطيران. افنجر ايوه افنجر افنجر باخذ لي بالعربي تنتين اسمه. شنوك بحطهم هيك، بجيبهم هون، لا يا بيضرني الله هاد ولا هاد. يا قد كنت بدي اقول لك بس سرقتني. اوه هلا ليش، بس فارقوا، السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش كلياتهم اسلامهم ضعيف الا الازرق اسلامه كبير؟ ما عم بستوعب انا. لانه هذا فات اول اشي، بعدين فات الازرق، والازرق عمل مايكرو اول اشي، يعني شوية سهل هو، بس انه كتير فادوا. تعرف اوكي صار الورق مرتين، الاحمر من الجيم ترى بيكون خلص الاحمر برا الجيم. خلاص هلا الاحمر ورا الجيم، بيقدروا ياخذوا سبلاي، سبلايتين ثلاثة، وهي ملهاش داعي. هلا الازرق اسامه ايوه معلم اتركنا هلا مالنا فاضيين لك. فاتحين ستريم يا شباب؟ شي اصبر اصبر عم نعلق. فاتح ستريم شباب. اها ليه لا ليش بس ما في عندنا سلندر يا زياد هذا بالجيم؟ انا اير ايش يا شادو؟ عبد الله والشباب اير فيهم خسروا 3-1 يا حبي. خسروا؟ ستريم انت يا بني ادم. ستريم لا لا ما عندي ما عندي ما روي ما 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 في ستريم. بس اسكت يا شادو، خلنا نستمتع يا زلمه. لا اعرف فيك لا بلا خسر رفاتنا اعرف فيك بخر عليهم. اه والله نكر والله، بس جاب عبد الله والله، بس جاب عبد الله قال له طاقم واحد خير عليهم. شادو بالله عليك اسكت يا زلمه، خلنا نستمتع. شو الازرق على اليمين اسامه بالله. شاد نتيجه اسامه بين هذول 1-0 لميليو، وغالبا تصير 1-1 لانه كان في 3 ليزر و3 جي ال اي. هش يس مبدئيا والله بدها، والله بدها وحده هش. بس شو مشان السكواد حبيب ما هذا كله عم يبلع. اما ميلو يا شباب محشور بزي مثل البتش. مبدئيا خلص خلص ما راح يقدر يصد. هلا ريان صراحه بعتمد عليه، لو يستسلم هاد هو مثلا، لو انه هو ديمو ديموليشن ويستسلم اللي هون بيقدر يفوزها، يعني مش بيقدر يفوزها بلعب هيك مستحيل يقدر يعمل شيء. اسامه اسامه بدي افيدك بشغله، الميجا لعبه وانا برايي احسن من ريان. اسامه ماشي لو ينسحب ميجا معناته بفوز. هذا اسامه ايوه طلع 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 اذا ما بفوز على تيم كينج زيرو يا بروان الله ما احلى من نيكو يا لنيكو. الله ما احلى ماشي يا بابا 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 ليش رجعوني؟ حرام 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 ما ضرب شوت منيح، بس تشلوا ليش رجعوني يعني بابا ضرب يعني لازم لازم يطلع وحده هون، واحدة كان لازم يطلعها من هون بالضبط، وكان لازم من هون يعمل شوت شوتين ثلاثة. تحت على اليسار تحت على اليسار ثلاثة يو اس ايه اسبامه ما راح يخلص لبكا حاليا، خاصة لما عمل ثلاثة. بس ليش ليفاي ما اخذ السبلايات شوي؟ شال بدا اون سكوت حيخسر. اه ليكو جاب الدوزر، لك ورجينا الدوزر يا اخي. مين مين؟ فوق على اليمين فوق على اليمين. ايش مين معتز؟ اه حلو حلو حلو. شو الخربان فيه؟ جي 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 اتوقع جي لك لك جي جي شغله جي جي. جيم حلو الصراحة، بس لو انهم ردوا علي وعملوا زي هيك وزي هيك وزي هيك وزي هيك، تتوقع يا روي انه يقدروا يفوزوا بهي الحالة ولو يعملوا تي تي على الويلز؟ معلم معلم لو احكيك شغلة بس ما بتزعل مني، اللي فوق مالهم فيه صراحة معك حق، تنسيق جدا سيء والله العظيم قرارات سيئة. واذا 3 يو اس اي يعني اسامة يا شادو عم شيك علي الحلقة اذا ما بنفوز اليوم. نيكو 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 ايش ايش معتز؟